أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التهديدات التي تشكلها أزمة المناخ على كوكب الأرض واضحة للغاية. وقال غوتيريش إن العالم يعاني من فجوات ضخمة في الانبعاثات والتمويل والتكيف، وإن هذه الفجوات لا يمكن التعاطي معها بفعالية دون سد الفجوة للبيانات ذات الصلة. لدينا فجوات كثيرة في التمويل وفي التكيف، ولكن هذه الفجوات لا يمكن سدها بدون العمل، وإلا لن نستطيع أن يكون لدينا أي وسيلة لمواجهة الخطر. يجب أن نواجه هذه المخاطر، ولكننا لا زلنا نفتقر الصورة الكاملة. هناك موارد كثيرة مختلفة يجب أن تكون حاضرة في الوقت المناسب.